نرحب بحضراتكم مرة تانية. النهاردة كل عشاق الساحرة المستديرة على موعد مع نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك. الأهلي بيسعى لمصالحة الجماهير بعد الخسارة من بيراميدز في الدوري، الزمالك بيسعى لمزيد من الثقة في الموسم بإضافة بطولة جديدة، لكن تبقى مباريات القمة بلا حسابات مهما كان مستوى أي فريق. بتكون المباريات دي الفرص فيها متساوية، جمهور الكرة بيحب يشوف في المباريات دي كرة حلوة، لعبة حلوة يستمتع بيها وبأجواء روح الفريق وروح رياضية. خلينا نتكلم عن الكلاسيكو، المباراة فنيا، مع محمد البرمي الناقد الرياضي. صباح الخير يا محمد، ودايما ضيف عزيز علينا. في صباح الخير يا مصر. ربنا يخليك جمانة، مبسوط دايما ان انا موجود معاك. وصباح الخير عليك، صباح الخير على كل الساده المشاهدين. صباح الخير على صمد. صباح الخير. يعني يوم جميل ان شاء الله. ان شاء الله. طيب يعني انا هخش كده على طول في الموضوع، شايف النهارده الماتش عامل ازاي؟ احنا كلاسيكو بالنسبه لنا اهلي وزمالك، واحنا لازم النهارده في فريق هيكسب خلص الموضوع. هو ماتش صعب طبعا، بس في النهايه يمكن شويه الماتشات القمه ما فيش حسابات، بيكون دايما فيها اثاره، فيها خاصه ده ماتش كاس، يعني التعادل ما فيش تعادل، في فريق لازم هيفوز في النهايه يمكن. لكن بشوف شويه ان الاستقرار الفني اللي عمله فيريرا في الزمالك الفتره اللي فاتت مطمئن شويه لجماهير الزمالك اكتر من الاهلي. يمكن الاهلي شويه مع خروج موسيماني، الخساره من سموحه، التعادل مع الجونه، الفريق فاز على فيوتشر فبدا يحس ان هو خلاص يرجع، لكن خسر خساره امام بيراميدز. الفريق تقريبا مش بس خساره، الفريق تقريبا ما راحش ماتش بيراميدز تماما، فده اعاد شويه الشك جوه جماهير الاهلي، جوه اللاعبين نفسهم، وفي سواء في اللاعبين او في المدير الفني. فشويه اظن ان ظروف الزمالك افضل من الاهلي كتير جدا، من الاهلي الفتره الحاليه. يمكن ده يمكن حتى الزمالك المباراه الاخيره في المحله قدر يفوز 2-0 في انسجام بين اللعيبه، حتى دخول اللعيبه الشباب الكتير على تشكيله الزمالك ما ضرش الزمالك، بالعكس اضاف لفريق الزمالك كتير جدا. فشويه الاستقرار اللي موجود في نادي الزمالك ده يعني مطمئن للجماهير اكتر طبعا من الوضع في الاهلي. الوضع في الاهلي مش افضل حاجه خلال الفتره الحاليه. طيب استاذ محمد، يمكن في تاريخ حافل تحديدا لما بنتكلم ديربي اهلي وزمالك، في تاريخ حافل من المواجهات ما بين الفريقين. خلينا نشوف الاول تقرير عن هذه المواجهات ونرجع وناخد تعليق من حضرتك تحديدا في كاس مصر. ليلة مصرية كروية هتجمع بين فريق النادي الأهلي وفريق نادي الزمالك في نهائي بطولة كأس مصر القديمة. الأهلي تحت قيادة البرتغالي ريكاردو ساويرز بيسعى لاقتناص لقب الكأس عشان يصالح جماهيره بعد الخسارة من بيراميدز في الدوري الممتاز. أما الزمالك بقيادة البرتغالي فيريرا فهيدخل لقاء القمة بعد ما قدم مستوى متميز واستثنائي في الدوري وتصدر ترتيب جدول المسابقة. تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في بطولة كأس مصر كانت شاهدة على مباريات قوية وحماسية من جانب القطبين الأهلي والزمالك، واجهوا بعض في كأس مصر في الأدوار المختلفة في 31 مباراة، فاز الأهلي في 16 مباراة والزمالك في 10 مباريات فقط، اتعادلوا في 5 مباريات ولعبوا الفرقتين 20 مباراة نهائية في كأس مصر، فاز الأهلي في 9 وفاز الزمالك في 8 وتعادلوا في 3 مباريات. وفي آخر 10 سنين كان أول نهائي يجمع بين الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر يوم 16 يونيو 2006، تفوق فيه الأهلي بشكل واضح وكبير وفاز بنتيجة 3-0. المواجهة التالية بين الفرقتين كان يوم 2 يوليو 2007 وخسر الزمالك من الأهلي وتعرض للخسارة بنتيجة 3-4 في الوقت الإضافي، ودي كانت من أكثر المباريات قوة بين قطبي الكرة المصرية في التاريخ في نهائي كأس مصر. وقدر الزمالك يحقق بطولة كأس مصر على حساب الأهلي تحت قيادة البرتغالي فيريرا المدرب الحالي للفريق بنتيجة 2-0 في 21 سبتمبر 2015. وفي السنة اللي وراها حافظ نادي الزمالك على لقب كأس مصر بعد الفوز على الأهلي بنتيجة 3-1 في 8 أغسطس 2016.
زي ما تابعنا من خلال التقرير بنتكلم على كاس مصر لعب فيه 12 نادي تحديدا، يمكن ابرزهم واللي كانوا متصدرين في الصداره والقمه الاهلي والزمالك. بنتكلم في 52 مباراه ده في الكاس بشكل عام، و40 ده للاهلي، 52 للاهلي و40 للزمالك. الاهلي فاز ب37 مباراه والزمالك ب27 مباراه. لو هنتكلم على نهائي اهلي وزمالك، 9 مباريات فاز فيها الاهلي، 8 مباريات فاز فيها الزمالك. بتعترف بلغه الارقام وشايف ان لغه الارقام دي دايما بتكون اقرب لممكن حال المباراه وما يعني ممكن ان يحدث اليوم في المباريات؟ بتعكس كمان الحاله اللي بيكون عليها الفريقين في الموسم، يعني الاخر 10 مواسم تحديدا يمكن كعب الزمالك اعلى بلغه الكوره اعلى من الاهلي في كاس مصر. فيريرا نفسه أخذ الكاس قبل كده من الأهلي، بعد كده الأهلي لعب مع الزمالك وخسر 3-0. في آخر 10 سنين كمان الأهلي شوية في الكاس ما بيكونش محظوظ أو ما بيكونش أداؤه بشكل جيد، وده برضو بيعكسه الوضع الحالي. الزمالك أكثر استقرارا من الأهلي، عنده الفريق جاهز أكتر للمباراة، عنده دافع معنوي أكبر للفوز بالكاس، كمان هو لسه بينافس على الدوري. ففكره الجمع بين ثنائيه الكاس والدوري دي بتكون مغريه اكتر للفريق. فاوقات كتير الارقام بتكون عكسه للوضع الحالي. يمكن كمان الاهلي خد 37 كاس، لكن لو بصينا الفتره الاخيره كلها الاهلي مش محظوظ خالص بالكاس. يعني الاهلي خسر نهائي الكاس امام الزمالك مباراتين، الاهلي فاز ببطوله كاس مصر وحيده امام الجيش مع موسيماني الموسم قبل الماضي، وبعدين صحيح. خسر السوبر من الجيش بعد كده. فشويه الاهلي في مباراه الكؤوس مش محظوظ، يعني كعب الزمالك بيكون اعلى منه خاصه في الفترات الاخيره وفي اخر 10 سنين تحديدا. فيمكن ده عاكس كمان للوضع الحالي سواء في بالنسبه للاهلي او بالنسبه للزمالك. طيب توقعاتك ايه لتشكيل مباراه النهارده؟ هل تتوقع ان هيكون في مفاجات زي مثلا الدفع بالشباب زي ما كنا بنتكلم معاك قبل الهوا، ان فكره الزمالك الدفع بالشباب في الفريق برضو جددت الدم؟ ويعني كمان عايزين نتكلم عن ابرز غيابات الفريقين. يعني الزمالك الغيابات اللي موجوده مش غيابات خلاص، اتعودت جمهور الزمالك اتعود عليها. غياب محمد ابو جبل، غياب طارق حامد، خلاص جمهور الزمالك اتعود عليها، خاصة مع إضافة عدد كبير من اللاعبين الشباب للفريق. يمكن عمر السعيد بس هو من اللعيبة اللي كانت بتكون موجودة الماتشات الأخيرة، ممكن ما يكونش موجود النهاردة، لكن الزمالك عنده بدايل موجودة زي سيف الجزير وزي زيزو في خط الهجوم. شيكابالا كمان بيأدي بشكل جيد الفترة الأخيرة. فالغيابات الزمالك شوية مش مؤثرة لأن خلاص الفريق تعود على عدم وجودهم. غيابات الأهلي هي المؤثرة أكتر، يمكن لسه موقف محمد هاني ما تحددش، هو الوحيد اللاعب الوحيد اللي ممكن يرجع. طاهر محمد طاهر مصاب، بيرستاو مصاب، مكيسوني، حسين الشحات تقريبا الاهلي ما عندوش على الاطراف لعيبه متاحه كتير للماتش، وده ممكن يخليه يغير في شكل او في طريقه اللعب الفريق. ممكن يبدا بمحمد شريف وحسام حسن، تحتهم احمد عبد القادر او قفشه، يغير في شكل الفريق. لكن الفريق عنده نقص كبير جدا في عدد من المراكز، اضافه طبعا لتراجع عدد كبير من اللعيبه عن مستواها. فبالتالي ده كله مؤثر على الاهلي. وانا شايف المباراه النهارده كمان هي مهم للزمالك ان يفوز باللقب، لكن هي اكثر اهميه للاهلي من الزمالك. فالضغوط على الاهلي اكتر، لان الاهلي لازم يفوز النهارده لان ده هيرجعه مره تانية للمنافسه، يرجع الثقه للعيبه يكون عندهم زي ما قلنا في البدايه يصالح بقى جمهوره بالزبط. يعني بالزبط. بشكل اكبر. طيب خلينا هنكمل كلامنا أوكي. بس يعني زي ما احنا بنقول دايما ماتش الاهلي والزمالك كده لازم بيكون ليه استعداد خاص طبعا في الاستاد. تسهيل الدخول بقى، التفاصيل هنعرفها من تسهيل دخول البوابات وتامين الجمهور اللي هيكون موجود في المدرجات عشان تطلع مباراه القمه في احسن صوره ممكنه. خلينا نعرف كل التفاصيل دي من العقيد محمود القاضي، مسؤول عمليات المجموعه الافريقيه لتامين القمه. صباح الخير على حضرتك يا فندم، واهلا بيك معنا في صباح الخير يا مصر. استاذه جمانه صباح الخير، واستاذ محمد صباح الخير، وصباح الخير على الساده المشاهدين. اهلا بحضرتك يا فندم. يعني خلينا نعرف الساده المشاهدين ايه الاستعدادات اللي هتتم النهارده ان شاء الله في عمليه تامين دخول الجمهور ومواعيد فتح ابواب الاستاد. ان شاء الله طبعا النهارده ميعادنا مع مباراه القمه الاهلي والزمالك. طبعا دي كلاسيكيه من كلاسيكيات الشعب المصري، مش الكره المصريه بس، كل الناس مهتمه تفاصيل المباراه، الدنيا هتمشي ازاي.
أنا من خلال برنامج حضرتك بوجه السادة المشاهدين إلى أن المباراة إن شاء الله في استاد القاهرة الدولي، توقيت انطلاق المباراة 9 مساء، تم تخصيص أبواب محددة لدخول جماهير النادي الأهلي. الدخول الساعة كام يا فندم؟ المباراة الساعة 9، الدخول الساعة كام؟ بداية الدخول اعتبارا من الساعة 5 وغلق البوابات قبيل بدء المباراة حتى الساعة يعني 9 إلا ربع إن شاء الله كده يكون غلق البوابات إن شاء الله. بالنسبة لأبواب الدخول، مخصص لجماهير النادي الأهلي، مدرج الدرجة الثالثة شمال، والدخول إليه من خلال بوابة آل رشدان، باب الرئيسي لاستاد القاهرة، وهينتقلوا من باب آل رشدان من خلال تيوب إلى الوصول حتى مدرج الدرجة الثالثة شمال. جماهير النادي الزمالك هتدخل من باب طريق النصر ومنه مباشرة إلى مدرج الدرجة الثالثة يمين، المدرج المخصص للنادي الزمالك. بالنسبة للسادة الإعلاميين والصحفيين، مخصص ليهم مدرج الإعلاميين في الدرجة الثانية الموحدة، وباب الدخول هو باب يوسف عباس. طيب سيادة العقيد، يعني أنا عارف أن النهاردة هيكون في حمل كبير عليكم في تنظيم دخول وخروج المشجعين للمباراة، علشان خاطر زي ما عودتونا بقى تعودنا على مستوى معين من الكفاءة في هذا الأمر وصورة مصر أمام العالم. عاوز أعرف كم مشجع تحديدا من المفترض أن يدخل هذه المدرجات؟ طبقا لتعليمات اللجنة المنظمة المسؤولة عن المباراة، فتحدد عدد 2500 مشجع للنادي الأهلي و2500 مشجع لنادي الزمالك بإجمالي 5000 مشجع. ده بخلاف المدعوين بدعوات وهيكونوا متواجدين في المقصورة الرئيسية، وبخلاف الصحفيين اللي هم متواجدين في المركز الإعلامي والصحفي. وإن شاء الله المجموعة الإفريقية على أتم الاستعداد في استقبال الجماهير والتعاون معهم وإرشادهم. طب إيه الضوابط والإجراءات الأمنية بقى المتخذة يا فندم؟ طيب بالنسبة لموضوع الضوابط الأمنية، يعني هي احنا مش عايز أقول عليها تحذيرات، ولكن هقول عليها تأكيدات. أنا بحب أكد على السادة المشاهدين اللي هيحضروا المباراة، أولا الفان آي دي والتذكرة، ده أول حاجة لدخول المباراة. الحاجة الثانية، في بعض الأشياء دي ممنوع دخولها، وهي أي حاجة بتسبب أذى للنفس أو للغير أو ممكن تؤثر على سير المباراة أثناء يعني اللاعبين في أرض الملعب، وأهمها الشماريخ اللي هي الشعلات النارية، الولاعات والكبريت اللي بتحدث اشتعال نيران، أي أداة حادة أو أي أداة ممكن تسبب أذى للنفس أو الغير، بالإضافة إلى المعلبات المغلقة للمأكولات والمشروبات المغلقة، بعض الحاجات الإلكترونية زي الشواحن والباور بانك والأسلاك. لو في اي ماده دعائيه او اعلانيه سواء كانت مسيئه او غير مسيئه ممنوع دخولها، لو لافته او تيشرت او اي حاجه مكتوب عليها حاجه دعائيه دي ممنوعه، بالاضافه الى معلش انا عاوز بس اسال هنا عن حاجه، هو سبب منع الباور بانك ايه؟ يعني هو شاحن للموبايل؟ والله هو موضوع الباور بانك هو حاجة تخص يعني حاجة أمنية تخص إعادة استخدامه في هو يمكن يعني هو يمكن إعادة استخدامه في إحداث يعني هو بادئ تفجير، يعني أنا مش عايز أوضح أكتر، بس هو ده وصلت هو الصورة يحتوي على يعني شحمة كهربائية يمكن إعادة استخدامها في حاجة ممكن يعني تضر، يعني تحفظات أمنية يا فندم، يعني تحفظات أمنية يعني بأي شكل من الأشكال. لا هي كل الإجراءات دي لحماية الجماهير طبعا بكل تأكيد. طيب سيد العقيد برضو، يعني خليني أسأل حضرتك سؤال يبدو ساذج بس يعني زي ما حضرتك تحدثت إنه ما ينفعش حتى مثلا التيشيرت او القمصان اللي ممكن يكون مكتوب عليها اي جمل مسيئه ممنوعه، تمام، ماذا لو شخص او مشجع عرف يدخل او يعدي بواحده من دول؟ هل جوه بقى الاستاد بعد ما عدينا وعدينا من الاجهزه الحديثه للتفتيش وما الى ذلك، هل في جوه كمان مراقبه؟ طبعا في جوه الاستاد احنا في مجموعه من الشركه الافريقيه بتبقى متواجده داخل المدرجات واسفل المدرجات، ومتواجد لينا عناصر في غرف الكاميرات داخل الاستاد، بتبقى بمجرد دخول الجماهير الى ارض الملعب، من قبل دخول الجماهير في ملاحظه حاله وشايفين كل الناس اللي واقفه بره،
وأثناء تواجد الجماهير على البوابات موجود عناصر تبع المجموعة الإفريقية مزودة بكاميرات. الكاميرات دي بتنقل لنا جوه كل يعني تحركات الجماهير و و و فيعني احنا الحمد لله احنا دي المباراة رقم 5 أهلي وزمالك بنأمنها، سبق للمجموعة الإفريقية أمنت 4 مباريات. فاحنا هنتكلم على السابق، احنا الحمد لله في الأربع مباريات السابقة ما حصلش أي تجاوز أو حصل أي حاجة، وخلينا نبني على آخر مباراة. آخر مباراة لعبت للأهلي والزمالك كانت المباراة الدور الثاني في الدوري اللي كانت في استاد السلام، كانت صحيح. مباراة الحقيقة مثال للروح الرياضية من الجماهير ومثال للتأمين. المباراة خرجت على أبهى صورة ليها، ما كانش فيه حتى ألم ليزر مع الجماهير، الجماهير كانت متعاونة. وأنا عايز أقول لحضرتك إن الوعي زاد جدا بدرجة عالية صحيح. لدى الشباب والمترددين على الملاعب. في فرق بين ان انا ابقى جاي احضر المباراه وانا عايز اعمل مخالفه، وبالتالي ممكن يحدث زي ما حضرتك بتقولي ان حد يتسرب، وفي فرق بين ان انا ابقى جاي وانا عارف ايه الصح وايه الغلط وانا مش عايز. النية المبيتة، يعني احنا بنتكلم زي ما حضرتك قلت عايزين نبني على اللي احنا وصلنا له، عايزين نتفرج على كوره حلوه، عايزين نشجع كل واحد يشجع فريقه ويحترم الفريق الاخر ويحترم اللعيبه، في الاول وفي الاخر دي رياضه. فيعني طبعا احنا بنشكر حضرتك جزيل الشكر، والحقيقه مجهود كبير جدا تشكروا عليه، سياده العقيد محمود القاضي مسؤول عمليات المجموعه الافريقيه لتامين القمه، شكرا جزيلا لحضرتك يا فندم. نرجع تاني استاذ محمد، يعني قطعناك شويه معلش. لا لا خالص. طيب احنا كنا بنتكلم قبل المداخله التليفونيه على فكره تعود جمهور نادي الزمالك على غياب ابو جبل، وصراحه احنا شايفين محمد عواد عامل اداء هايل جدا، بس لو هنتكلم في مقارنات، شايف الشناوي ولا عواد واهم يعني الاسلحه اللي بيمتلكها الفريقين في هذه المواجهه؟ يعني الفتره دي عواد ماشي بشكل كويس، هو واحد من اسباب فوز الزمالك بالمباراه الاخيره، اخذ الفرصه ومع ثقه فيريرا في ظهر بشكل كويس جدا في المباراه، عكس يمكن محمد الشناوي الفتره دي بيمر بعدم ثبات مستوى بشكل كبير، لكن يبقى حارس كبير وحارس الاول لمنتخب مصر، ويعني خطا في مباراه او عدم ظهوره بشكل جيد في بعض المباريات لا ده لا يعني ان هو سيء او انه حارس غير جيد. الفرقتين عندهم اسلحه كتير جدا، الزمالك عنده احمد سيد زيزو بعتبره يعني افضل لاعب في مصر حاليا او افضل لاعب في الموسم الحالي، زيزو من شيكابالا وبن شرقي، شيكابالا واشرف بن شرقي. طبعا اشرف بن شرقي واحد من اعتقد الزمالك هيتاثر كتير جدا اذا غاب بن شرقي او اذا خرج بن شرقي منه الموسم الحالي، فزيزو بن شرقي دول اهم اسلحه. سيف الجزيري كمان ماشي بشكل كويس جدا مع نادي الزمالك، الدخول بقى زي امام عاشور كمان من لعيبه بتقدم مع الزمالك بشكل جيد، فدي لعيبه مؤثره جدا في الزمالك خاصه على المستوى الهجومي. في الاهلي يمكن شويه مش قادرين نحس ان في لاعب مؤثر الفترة الحالية في الأهلي، لكن يبقى أغلبهم لعيبة عندهم خبرات كبيرة جدا، محمد شناوي حارس من 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 أهم لاعبي الأهلي، عمرو السولية، حمدي فتحي، أليو ديانج، محمد مجدي أفشة، محمد شريف، كلها لعيبة دولية ولعيبة خبرات. أعتقد الإرهاق البدني وزي ما أنت كنت بتتكلم يا أستاذ محمد فكرة كمان الهزة النفسية اللي عندهم، مظبوط، هل هيقدروا يؤدوا؟ هل ده هيكون حافز ولا خلينا نقول ان هو ممكن يرجعهم شويه لورا؟ ده غير بقى سواريش نفسه ازاي ممكن يقدر، احنا بنتكلم على زيزو وعلى بن شرقي لعيبه برده دلوقتي كمان تحديدا بتمثل خطوره، مزبوط. هيقدر في ظل كل الظروف دي ان هو يوقف يعني يتصدى لخطورتهم؟ لعيبه الاهلي عندها خبرات كبيره، يعني صحيح الفيفا في الاهلي بيمر بشكل بفتره مش افضل حاجه، لكن هي لعيبه عندها خبرات كبيره لازم تساعد نفسها، يعني لو اللعيبه دي ما ساعدتش نفسها مين اللي هيساعدها؟ ما حد، يعني لو المدير الفني ده اتغير وجه مدير فني جديد ما حدش هيساعد اللعيبه دي اذا اللعيبه دي ما قدرتش تساعد نفسها خلال الفتره الحاليه. الماتش ده ماتش يعتبر انا بعتبره بالنسبه للاهلي هو ماتش مصيري لموسم الاهلي، الموسم الاهلي تحديدا. يمكن الزمالك لو حتى خسر الكاس هو عنده فرصه تقدم في الدوري والفوز بالدوري، عنده فرص مازال كتيره، ومش هيبقى كمان في لوم عليه لان الزمالك مر بظروف سيئه وخرج منه لعيبه مهمه جدا زي طارق حامد، زي ابو جبل، ممكن يخرج منه كمان اشرف بن شرقي ما يكملش الموسم مع الزمالك، لكن في الاهلي اللعيبه دي موجوده ولعيبه مستمره، فالضغوط عليهم هم كمان لازم يرجعوا يفوزوا. اولا انت لما هتفوز الماتش ده بتعوض خسارتك نهائي افريقيا، بترجع الثقه لنفسك، بترجع ثقه جماهيرك فيك،
وبترجع نفسك تاني للمنافسة على الدوري، لأن فوزك على الزمالك هيكسبك ثقة أكبر وهيأثر بشكل نفسيا على الزمالك في المنافسة على الدوري، وبالتالي الماتش ده هو اللي هيكون حاسم ليك الموسم الحالي، حاسم ليك هل أنت كمان هيرجعك للدوري ولا لا، كمان انت متراجع في الدوري، فلو خسرت كاس مصر النهارده وعندك كمان فرصه اكبر انك تخسر الدوري، ده معناه ان انت خرجت الموسم الحالي موسم صفري، والاهلي جمهور الاهلي مش متعود على فكره صحيح. الموسم الصفري، فطبعا دي ضغوط كبيره جدا على اللعيبه لازم تتعامل معاها، واعتقد المدير الفني هيتعامل معاها بشكل جيد، هو كمان يمكن ضغوط عليه هو كمان على بدات ضغوط على كلا الطرفين. لو هنتكلم على فريرا، ففريرا شفنا قد ايه هو ذكي، البعض بيقول اللي هو محظوظ عشان امتلك وقت وقدر اللي هو يعتمد على يفكر بره الصندوق ويعتمد على مجموعه من الشباب قدرت اللي هي تصنع فارق. سواريش الموضوع بالنسبه له كان مختلف، يعني هقول لحضرتك برضو اللي بيردد على لسان كتير من الجمهور بقى جمهور النادي الاهلي، شايف اللي هو ما امتلكش الوقت اللي خده فريرا، شايف ان هو دخل مباراه بيراميدز كان بعدها عنده فتره راحه تقريبا اسبوع، ثم بنتكلم على فيوتشر كان في اقل من اسبوع، بعد كده بنتكلم في بيراميدز ورا منها على طول الديربي، فشايف ده سوء يعني حظ ليه سواريش، هو ده اللي ما خدموش ما قدرش اللي هو يحط بصمته في المباراه دي تحديدا. فيريرا عنده خبره شويه في الدوري المصري، درب الزمالك وعنده خبره ويقدر يتعامل مع الاوضاع دي، وكان عارف النادي كويس. سواريش جه في وقت صعب جدا، صعب لانه ما عندوش وقت يحفظ اللعيبه افكاره، في لعيبه لسه مش قادره تستوعب افكاره فمش قادره تنفذ اللي بيقوله. ده ظهر في ماتش بيراميدز، يعني هو في الدقيقه 37 وقف لما الماتش وقف كان بيتكلم مع لعيبه الاهلي على تعليمات هو بيقولها وبيدربهم عليها لسه ما استوعبهاش، فبالتالي هو طبعا مش محظوظ ان هو جاي في وقت صعب جدا، كمان جاي في وقت الاهلي عنده اصابات كتيره جدا، يمكن صحيح. كل شويه لما بيرجع لاعب مستواه بيتراجع، يعني لعيبه مهمه جدا زي علي معلول واحد من اهم لاعبي الاهلي بيعمل خطا في ماتش بيراميدز، ده بيكون مؤثر على علي معلول في المباراه اللي فيما بعد. عمرو السوليه برضه مستواه متراجع، في لعيبه كتير جدا خبرات مستوى متراجع، فهو استلم في وقت صعب يحفظ اللعيبه ده كله، وبالتالي كمان التوقيت صعب، تقريبا ما بيلحقش، يعني طلع من ماتشات زي فيوتشر لبيراميدز للزمالك وهيطلع من الزمالك على تاني على الدوري، فكل ده صعب، لازم لعيبه الاهلي تساعده وتساعد نفسها كمان الفتره الحاليه، بس هو في نفس الوقت لازم يدي كمان فرصه للمساعدين المصريين اللي معاه ان هم، لان هم طبعا عارفين الزمالك اكتر، عارفين الوضع الحالي اكتر، هو يمكن بعض الافكار اللي عايز يطبقها انا شايف انها يعني في الوقت الحالي هيكون صعب تطبيقها، الاهلي بيعاني من ازمه دفاعيه لسه ما خدش وقته، لسه محتاج وقت مش اقل من 10 مباريات، يعني انت فكره الحكم على سواريش او الحكم على افكاره مستحيل هيكون دلوقتي صحيح. كمان في ظل الضغط وفي ظل الاصابات دي كلها لا هيكون صعب بالنسبه له، يعني ان انت تحمله صحيح. مسؤوليه زي دي، عشان كده الخبرات اللي موجوده عند لعيبه الاهلي المفروض تسهل عليه وتسهل عليهم، لكن للاسف ده مش حاصل الفتره الحاليه، يمكن ده بشويه اغضب يعني جمهور الاهلي والزمالك مش ما بيديش فتره للتجربه، يعني فاحنا بنتمنى ان هو يبقى فيه فتره للتجربه وندي فرصه علشان خاطر الراجل يقدر اللي هو يحط بصمته. مظبوط، بس انا اعتقد جمهور الاهلي غاضب اكتر من اللعيبه عشان وقتنا والموجز. توقعاتك للمباراه سريعا، سؤال يعني صعب، ضربات جزاء اعتقد هتخلص ضربات جزاء. ضربات جزاء واللي هيفوز؟ لا ما لا ما اقدرش. استاذ محمد البرمي الناقد الرياضي بنشكر حضرتك على وجودك معنا في صباح الخير. شكرا شكرا جدا.